السلام عليكم اخواتي اخواني، مرحبا بكم معنا فيديو جديد، فلوق جديد بسهوات ليلى العميريه. الفلوق ديال اليوم غتمشيو معنا لسكي جينال للاسفار، عمره، فنادق، تذاكر، خدمات سياحيه. سكي جينال، دار بيضاء، تيرمينيس 81، سريع الداخله. مرحبا بكم معنا، اللي بغى يمشي لعمره، اللي بغى يسافر، اللي بغى يقطع، المهم الاسفار السياحيه. تحية للعائلة جينان، تبارك الله على خويا موسى، الله يحفظه الله يوفقه يا ربي. تحية للطاقم العمال بلازونس، تحية للمية أيوب، بشرى، رشيد، سمحوا لي إذا نسيت شي شمية. المهم مرحبا بكم معنا بسكي جينان، اللي بغى يسافر، اللي بغى يدير عمرة، نخلي لكم الرقم مع الفيديو، اتصلوا بهم. مرحبا بكم، ألف مرحبا. أي واحد باغي يسافر العمرة أو لأوروبا، والباكاز اللي بغى يصيفط الباكاز او اللي بغى يجيب شي حد الباكاز من اوروبا، مرحبا بكم سكي جينان. تحياتي لعائله سكي جينان، الله يعاونهم، الله يوفقهم، الله يوفق امتي محمد اجمعين. وهنا الفيديو غادي نصور لكم هنايا من بعد، يعني المحل ديال سكي جينان او سكي جينان للاسفار. هنايا غادي نقدم هذا الشارع اللي جا فيه المحل هو هذا. تحيه لسكي جينان، وشكرا على توصيل الامانه. الصراحه كنشكرهم على الامانه اللي وصلتني من الصديقه ديالي بمكه عن طريق المعتمرين. شكرا اخي رشيد لحظه.
Love.